اهلا وسهلا بحضراتكم، انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك، مش هخسر اي حاجه، لا عملت لايك اه عملت سبسكرايب، وكمان لو الفيديو ما عجبكش قول لي ليه الفيديو ما عجبكش، بما اني بتاع تكتيك بقى ومسمي القناه بتاع تكتيك فهديك كده لمحه بسيطه عن الزمالك اتحصل ازاي على ضربه الجزاء من زياد بغطاس. مبدئيا الزمالك حاول ان هو يجمع لعبه في نص الملعب، يدور على المنطقه اللي فيها الزحمه ويزحمها اكتر بحيث ان تلاقي في فرصه متاحه لاشرف بن شرقي ان في مكان فاضي من كتر ما اللعيبه بتاعت الزمالك بتسحب لعيبه انبي لنص الملعب، فطبيعي ان هتلاقي علي فوزي دخل علشان يغطي مع زياد بغطاس، فتلاقي ان الراجل ساب الطرف فاضي فهيقدر اشرف بن شرقي يتحصل على الكره في مساحه فاضيه. الكلام ده بيبقى اقل من دقيقه جوه الملعب، بتلاقي ان اشرف بن شرقي خد الكره باص لاوباما، بعد كده اشرف بن شرقي بيخش لجوه، زياد بغطاس بيلوشه بيشوط ايده، وفجاه بتلاقي ان الزمالك تحصل على ضربه جزاء في الدقيقه 6 والزمالك شكله كويس جوه الملعب، واشرف بن شرقي جاب الهدف الاول، وابداع وامتاع وشكلنا رايحين على مباراه حلوه، خصوصا كمان ان انبي ما بقاش مجبر ان هو يدافع. فخلاص انبي فتح الخطوط بيحاول ان هو يتعادل، بيحاول ان هو يرجع في مباراه تاني، بس المشكله بالنسبه لنادي الزمالك هي هنا وفي الشوط التاني. هنا لما الزمالك جاب الجون الاول مش عارف، لقطات الموسم اللي فات دايما ما بيفرقش خيالي بتاعت ان الزمالك بيلعب 10 دقايق كويسين بعد كده المسك بيبدا ينزل 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 لحد ما بتحس ان يا جماعه طب فين اللعيبه اللي كانت باديه اول 10 دقايق؟ فين مثلا اللمحات اللي كان بيعملها احمد سيد زيزو بحيث ان هو بيحاول يجري على الطرف علشان خاطر حمزه المسلوسي؟ راجل مش جاهز بدنيا ان هو يشيل الطرف لوحده، فزيزو كان بيحاول ان هو يسهلها عليه وبيلعب كروسات لعمر السعيد اللي مفترض ان البروفايل بتاعه اقرب لمصطفى محمد، وراجل ممتاز في كرات الهيدرز، بس كالعاده يعني عمر السعيد حط الكره للعيبه حلوه طلعت بره. وبرده كانت عن طريق احمد سيد زيزو اللي كان متخصص النهارده بيلعب كروسات بس، ودي حاجه كويسه. انا بحب احمد سيد زيزو جدا وهو بيحاول يلعب وان تاتش، بيحاول يلعب الباصه السهله، انما زيزو بتاع الحشكلات وان هو عايز يعدي واحد على واحد كتير ده صراحه ما احبوش. اما اوباما فاوباما تقدر تقول عليه كده، اما اوباما فبصراحه اول 10 دقايق الزمالك كان لاعب فيهم كوره ما شفتوش. انا كنت بتفرج على امام عاشور والدور الممتاز جدا اللي بيأديه، كنت بتفرج على محمد اشرف روقه والمحاولات ان هو بيحاول يرجع نفسه لمستواه اللي كان فيه من 3 4 سنين، انما محمد اشرف روقه النهارده تقدر تقول عليه واحد من اسوء اللعيبه جوه الملعب النهارده. امام عاشور كان بيحاول ان هو يغطيه اوقات كتيره جدا في الحاله الدفاعيه، مع ان مفترض ان على الورق اللي بيلعب مركز 6 صريح محمد اشرف روقه، بس امام في الحاله الدفاعيه كنا بنشوف ان هو بيرمي نفسه قدام الكوره دايما لما الكوره بتيجي للثلاثي الهجومي بتاعه انبي. الثلاثي الهجومي بتاع انبي اللي هو صانع العاب ايبوكي ده لعيب ممتاز جدا، والراجل كان بيقدر ان هو كمان بيروح يلعب مهاجم تاني زي محمد شريف السنه اللي فاتت، والطريقه اللي كان بيوظفها بيها كابتن حلمي طولان يديني لعيب سريع وانا هعرف العب عليه مرتدات، حتى كمان لو الكوره معايا هيعرف ان هو يطلع بالهجمه ويسند على الاطراف، الاطراف اللي تقدر تقول كده ان محمد مرسي اللعيب اللي كانوا جايبينه من طنطا وفضلوا يدوه في اعراض، لعيب عمل شوط اول جيد جدا، والناحيه الثانيه برده عبد الرحمن عمار عمل شوط كويس. اما المهاجم بتاعهم فبصراحه دودو ده ما عملش شوط اول كويس، بس هم كانوا بيحاولوا على قد ما بيقدروا ان هم يلعبوا على نادي الزمالك في الحاله الهجوميه، بس ما خلقوش فرص كتير، ابو جبل حرفيا ما بلش الجوانب، فشوط اول الزمالك بيخلص فيه على 1-0 والموضوع خلصان بالنسبه لنا، لحد ما بنلاقي فجاه اوباما ظهر والمارد بيظهر، اخيرا اوباما بيظهر في الدقيقه 43 وبيقدر ان هو يحرز الهدف الاول. طبعا اللقطات دي بتاعت اوباما، لقطات ان انت تلاقي الكورس اترفع، تلاقي الكروس اترفع وتلاقي ان اوباما جالك من تحت خالص ولبس رامي صبري ولبس زياد بغطاس الاثنين في بعض وبيقدر ان هو يجيب لك الهدف الثاني، عشان تلاقي ان والله يا جماعه الدنيا جميله والحياه حلوه و2-0 الشوط الاول، نخش بقى الشوط الثاني نجيب سكور و3-4 والدنيا تكون خلصانه. علمتك انا كده في الفرجه على ماتشات الزمالك، طبيعي بقى ريحنا وبدعنا، يعني بصراحه مش ماتشات الزمالك بس، والله بالمصري دايما في الداء ابن الجزمه ده اللي هو جاب الهدف الاول والثاني وشاف ان الماتش بالنسبه له بقى سهل، ننتخ بقى نلعب بالكعب شويه، نحاول نعدي واحد على واحد، نحاول نشوط، نحاول نعمل اي حاجه، بس المشكله كلها ان الزمالك ما عملش كده. الزمالك ساب الكره لانبي، ساب الكره لانبي، انبي برده مش عامل اي خطوره لحد ما بيقدر رامي صبري من كره ثابته او الفتوح ما بيطلعش فيها من على الارض، بتلاقي ان الكره خبطت في العارضه والهدف الاول جه، وفجاه بتلاقي ان يا جماعه المباراة سخنت، قبلها كان أبو جبل شايل واحدة من الست ياردة، فبتلاقي إن الزمالك معرض إن هو ممكن يتعادل في أي لحظة، اللي هو طب إيه طيب؟ إيه طب إيه اللي حصل؟ حصل حاجة بسيطة إنك سبت الكورة استقبلت لعب، لما استقبلت لعب طبيعي إن أنت بقى عندك هجمات، طبيعي إن اللعيب بتاعك هيفقد التركيز، ولما فقد التركيز لبس الهدف الأول، بعد الهدف الأول مسك فضل زي ما هو، محاولات تبقى تشيكو ان هو اطلع عمر السعيد وانزل مكانه وطارق حامد واطلع امام عاشور يلعب صانع العاب واخلي اوباما يلعب فيرويد، وليله طويله قوي سعادتك، وفجاه سبحان الله تلاقي ايه؟ والله يا جماعه طب الماتش كان سهل، طب ليه؟ هي دي المشكله بقى بتاع جيمي باتشيكو، جيمي باتشيكو المدربين
اللي بيحب ان هو يسيب الاستحواذ للفرق التانية غير موضوع النسق التصاعدي والهبوط اللي احنا قاعدين نتكلم فيه من اول الفيديو بتاع 10 دقايق كويسين و10 دقايق سيئين. الموضوع ده بيتعلق بالتركيز بالنسبه للاعب المصري. اللاعب المصري زي ما اتكلمنا في حته ان هو لما بيجيب الهدف الاول والتاني بيلاقي ان الموضوع مرتاح بالنسبه له. اما حته الطموح فهي حته بتاع المدرب، انما لما المدرب ما يكونش عنده طموح ان انا اجيب الثالث والرابع والخامس، وان انا يكون عندي طموح ان والله يا جماعه والله كويس اثنين ارجع دافع عشان ما يجيش فيه الهدف الاول، ده شغل المدرب بحت. مع لعيب بيتدلع هتلاقي ان الزمالك شوط ثاني ما لعبش كوره ب 2 جنيه وربع، 45 دقيقه الزمالك بيستقبل لعب قدام انبي، 45 دقيقه الزمالك جمهور بيبقى حاطط ايده على قلبه، مباراه مفترض ان انت تجيب ثالث والرابع والخامس وتدي ثقه للعيبه. لا الكلام ده مش بتاع باتشيكو، مع لعيبه بتتدلع فهتلاقي ان انت شايف مباراه غريبه جدا، مباراه ما بتنتهي زي ما بتبتدي، بدات بجمل تكتيكيه بان احنا بنحاول نلعب على الاطراف علشان خاطر نعمل زحمه في نص الملعب ونحاول نستغل لعيبه انبي ونتعبهم شويه لحد ما بتنتهي ان والله يا جماعه نركن الباص قدام الجون وما يجيش فينا هدف التعادل. هذا هو جيمي باتشيكو بيوريك كل حاجه في 90 دقيقه، يعني احمد ربنا هجوميا بيهاجم، دفاعيا منظم، عايز منه حاجه اكتر من كده؟ الموضوع اداء بقى ومش اداء، ما حد ربنا ما بيديش كل حاجه يا ابني، فعايز جيمي باتشيكو يديك كل حاجه في المباراه، انت راجل مفتري، احمد ربنا على الثلاث نقط يا حبيبي، احمد ربنا على الثلاث نقط، وان اوباما جدد والراجل بسم الله ما شاء الله بيجيب لك الهدف الثاني، وان طارق حامد رجع، اما بقى الاداء والنسق والسكور ده الله كريم. برضه انت ربنا كريم يعني مش تخسر حاجه لو انت كمان طلعت كريم وعملت لايك، اه تخسر اي حاجه حتى وانت بتشتم في الكومنتات قول لي واي.